وللأطفال في رمضان فرحتهم وبهجتهم، حيث يحتفلون بليلة 15 من شهر رمضان، إذ يدورون في شوارع الحي ويتنقلون من بيت إلى آخر، ينشدون الحلوى وهم يرددون أناشيد هذا الفن التقليدي المتوارث بين الأطفال. فإن استجاب لهم أهل الدار مدحهم الأطفال بشعر يدعون لهم فيه بالخير، وإن لم يستجيبوا لحاجتهم حجوهم ببيت آخر، وتسمى هذه العادة بالتلميس أو القرنقشوه أو طوق طوق، فيتختلف تسميتها من منطقة إلى أخرى.